زكريا بس بيدوا لنا كلام يعني بيدخل العقل صح. هذا الكلام اللي بتقوله أنت ما بيدخلش العقل يا زكريا، مالك؟ أنا أتحدى أي واحد يدي كلام وحجج ويناظر مناظرة علمية دقيقة مثلي. هذا الكلام ليلى مسيرة ستنتصر ليلى ومطوال الليل. يا هلا يا هلا البصر، حد كلش أنا حيا 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 بروحي حمزة، حياك حياك، تفضل تفضل. اي هذا انا هنا. اهلا نعم شرقي تعال تعال. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالحبيب، كيف انتم؟ حياك تفضل. انا جس ها انا جس انا. لا لا والله معي عمل. لا لا الله المستعان، انا اداك الله. تعال تعال جس. في سندوتش ولا حاجه؟ لا كل لا 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 عصير وسندوتش وكل شيء جس. لا ما ينفعش، حرام نبسرك نبتهج. يا سلام، اهلا وسهلا فيك. انتم من؟ انا وحميد. انت حميد؟ حميد محمد، حياك الله. اين حميد؟ أنا. اهلا اهلا وسهلا، كيف احوالك؟ حياك حياك. مدري ايش الشم، شم حاجه مشتمة. ايش بتشم؟ ما في شيء. شم حوثي. يلا خارجنا. ليه ما خليته؟ ما هذا حمي ماشي. زيكو زيكو ابو مغرب، قالوا بقولك حوذي قدر ابو من الشم هذا. نا عاد ومش حوثي حوثي. كيف احوالك؟ والله تمام الحمد لله. وليش ما قلت لنا انت هنا؟ كيف انا اقول الشم هذا ما يخلو كزنوفة معه؟ انا استاذنها. الله ما تدي خطوه عيب. ضيفنا اطلب لنا حاجه ولا شيء؟ اطلب لنا شتي. لا لا قهوه قهوه. وسط وسط وسط. لا لا ادي لنا واحد وسط واثنين هجوم. ادي لنا عصير انت والقهوه هذا ساعة. عصير عصير هات عصير هات. ايوه سلام سلام. قلنا لكم هذه المسيرة وهذه مسيرة ليش؟ أدي لك نكتة خل نضحك. أي همانة خلينا نضحك بس لا تتعداش الحدود. أصبر أصبر، ماشي تعدى ولا ماشي تعدى. أنا بضحك على حاجة بسيطة. يقول لك واحد حوثي ها كده متعودين على السرق والهرب والهذا، صدم ولده وهرب. قال لك واحد حوثي أسعف أخوه، جاء عند دكتور قال له يا دكتور أسعف أخوه، قال ايش عنده؟ قال عنده هيلوكس غماري. حوثي ثاني راح لعند صيدلية قال اشتي حفاضات لمرضي، قال ايش اسمه؟ قال متلة. واحد ثاني اسعف اسعف ولده، اسعف ولده حوثي، وبعدين بيقول له قال يا دكتور انت علاج لولدي، قال ايش اسمه؟ قال زكريا. يا بصير احنا بنحترمك. خلاص خلاص اتي لك نكته معي مش عليك. لا 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 احنا بنحترمك. تمام. وانا هو بين غيري نكت. ايش انت شيء تفعل؟ بتحترمني؟ تحترمني غصبا عنك. البتر لا بطونكم كل شيء لا بطونكم على ساعه الاحترام. هيا مالك يا زكريا، ما دخلت يوما عند الحوثي وبدك غلبت اسمك صلاح. اهدا اهدا قال لك هم بحوثي حوثي حوثي. شغله في السنتره. هذا ما يضحكك انت، والله انا متاكد انك تضحك. شغله في السنتره وبعدين ضرطوه، تجلس يوم ضرطوه. ليش؟ من ما كان يتصل لك كان يقول له اشتري رقم فلان، قال اشتري منه. يا بصير احترم نفسه. يقول لك انت داري ايش اخر صاروخ؟ ايش؟ ايش اخر صاروخ الحوثي؟ ايش؟ انا ما طرح الطرح. لا تسترش. يقول لك الصاروخ حقهم ايش اسمه؟ اسمه صاروخ ايش؟ قاهره اثنين. قاهره. بيساله قال انتوا دارين؟ قال باتري ذيها. الباتري حقهم صاروخ ايش اسمه؟ قاهر قاهر اثنين. ايوه. قالوا له ايش بيتحاك لنا لو لنا اللي يراجعوا. اتيتوا لي عصر ولا شيء؟ ايوه هذا العصير. لا حول ولا قوه الا بالله. ولا هذا حاجه قد ولغ فيها الحوثيه. يا بس لا غسل سبع مرات. يا بصير احترم نفسك. احترم نفسي. احترم نفسك. احترم نفسك. عاد ترجع حوثي انت في يوم من الايام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله لو ما لقيت ايش اكل. لو اكل خر ما اكل حوثي.
مالهم الحوثيين مالهم؟ أقول لك نكتة عندنا حوثي اثنين حوثيين جالسين هناك قالوا لهم ايش معاكم انا؟ قال لهم راعين اللي صاروا حق العدوان لما ينزل يوصلوا يمسكوا السواق. يا بصي انت داري يقول لك حوثي جديد عادوا دخل مشرف ها؟ مشرف وبعدين بيقول لهم قالوا بيكلمهم المشرف هذا قال اشتروا صاروخ من ايران ها ب 500,000 وقالوا يلا وجهوا اصل السعوديه جاء ابسرهم موجهين لاصل السعوديه قال الله الحاله الصغيره صليهم والكبيره صلينا. يا بصير اهدا رجعوا حرفوا الصغيره صليهم. جعفر بن في صعده هذا قام المشرف هذا قال ما بالاسمع يا قال المشرف قال هذا عندنا يعلم الله كم وقع بالسعوديين. يا بصير العصير على حسابي. حرام لا اسمح ابوك بالعصير يا دامي على حسب انا خلنا نضحك خلي يقول لك واحد اسمه حوثي مشرف جديد اشتروا صاروخ قالوا عن طلقوا على السعوديه قال بكم؟ قالوا ب 5 مليون دولار قال ب 5 مليون دولار ونقرح في السعوديه قالوا في كشك قال والله ما قرح لها انا. هؤلاء مجاهدين يقول لك واحد حوثيه ماشي حوثيه واحد تزوجت واحد حوثي وبعدين راحت لعند القاضي قالت له يطلقني قالوا ليش؟ قالت اصلا تزوجت واحد حيوان. قالوا وانت كيف تتزوجي واحد حيوان؟ قالت ما كنتش داريه وهو جنبها قال والله اني داريه. والله لولا انك بصير والله من انصار الله الرجال المجاهدين والله العظيم. واحد حوثي جاء من صعده عاد اول ما دخلوا من صعده ابصر سياره الاسعاف ولحقها ليش قصني سياره السكرين. يقول لك اول ما دخلوا نهبوا البيوت وبعدين دخلوا البيت حق علي محسن وبعدين ضيق المشرف ابصر السيف وهم قالوا ايش هذا يا سيدي؟ قال هذا تهزر والماء ينزل اذا انت لفيت عاد تشرب بسرعه ماشي والله ما تشرب ما بس يقول لك حوثي صدمه مطر ايوه ماهم رفعوا قضيه وعوضوه ب 100,000 بعد اسبوع وقدوا جهه قادره اسطم يا ابو الملايين زيقو انا جيت تسير قد كنت مع اصحابك قد كنت معنا مرتاح ما يقعد لا ادخل بين المجنون يقول سيدي وتاج راسي سيدي عبد الملك الحوثي ان هذه المسيره سيلمزها الاصغرون والاضعفون وسيسخرون عليها ولكن ستنتصر. الاصغرون والاكبرون وسيلمزها كنا الريحه تدور من جا 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 جا. يا يجلس وياني اين لا يقول لك واحد حوثي يشتيف على الحكمه هو صاحبه قال قل لي من تصاحب اقول لك من تكون ما صاحبه قال له من تصاحب قال له من تكون. انا ما على يقول لك اذا يسكت ماشي والله يمشي والله يقول لك حوثي حوثي مثقف بيفعل نفسه مثقف قال لهم قال انتو داير بيسألوا قالوا اي افضل الشمس او القمر قال القمر قالوا للمه قال لانها تاتي في الليل وتضوي الليل قالوا له والشمس قال الشمس ما عاد منها فايده بتجي وقدو نهار. لا والله والله هذا السخريه وانتم تشوفوا بالذات هذا انا محترم انه بصير لكن اي شوف اقسم بالله والله ما بالله محترمك احترام والله واذا ما اذا ما دخلتك السجن وانت تشوف انا شوف اصبر يا زكريا يقول لك دق ابو عبدي قلبك روح يقول لك واحد حوثي شوف قالوا له ولدك استشهد قال وين وقعت الرصاصة؟ قالوا هنا قال الحمد لله سلمت عينه.